أموال السياسات والمواطنين والمواطنات، لا سيما أن الفرد نسبات ولن أستلف ديال التماطل، ولن أستلف للمخزن متمرس ومتعود عليها ديال الربح ديال الوقت، وأن كأننا كأنك شبهة القضية الفلسطينية كنمروا باتفاقية أوسلو واتفاقية مدريد واتفاقية هالومو وجرم واتفاقية، لا لا لا، هذا من اجتماعي لا يستجيب لسبب حوار ولا يستجيب تناول، بل يستجيب بل يستوجب على هاد المسؤولين يفهموا بان هاد الملف الاجتماعي خاصو يتحل بطرق اجتماعية. شنو هو الحل ديال هاد الملف؟ هو انهم يتحملوا مسؤوليتهم كدولة ويوفروا المناصب الشر المعطلين والمعطلات، لان الدولة ما كتقومش على ما هو امني، على الفكر الامني المتعجرف اللي كيخاف الشعب. فالدولة هي دولة المؤسسات الفعلانية، هي دولة المؤسسات تحمل مسؤولية الاجتماعية والمجالات الاجتماعية بما فيه مجال الشغل والصحة والسكن والتعليم. إذن هذو هما واجبات اللي على الدولة أنها توفرهم، ماشي أنها كل مرة اللي يحتاج ديال التشغيل على المستويات الإقليمية. وبالخصوص اللي خصهم زعما باش نتخاطبوا بشكل مباشر هذا العامل الإقليمي المنظور وهذا المسؤولين ديال رؤساء الأقسام، اللي خصهم يفهموا أن الجمعية الوطنية راه ماشي ظاهرة مناخية، راه ماشي عاصفة غدوز اليوم وغتمشي غدا يومين ولا أسبوع ولا داكشي. المتتبع الجمعية الوطنية هي قائمة منذ 91 كإطار قائم بالذات على المستوى الوطني. على المستوى المحلي المتتبع والتاريخ ديال الجمعية الوطنية سيكتشف أن الجمعية الوطنية هي إطار قائم بالذات، والمعركة الهادير ما معركة الهادير ما هي إلا استمرار المعركة ديال السنوات ديال التواجد. وكنا لهذا المنبوعات المكان كنقولوا لكم وكنقسموا بأن الجمعية الوطنية بل أساليب ديال الحصار وبل أساليب ديال القمع